الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في مسألة التمائم، آخر مسألة كان شنو؟ أيوة، وقد رخص فيه بعض السلف. وهذان القولان مهما اللي هو القول الأول وهو النهي وهو الراجح كما سيأتي، والقول الثاني وهو قول بعض العلماء وبعض السلف، وقول قال به بعض السلف، عشان ما لما يجي بأسماء لبعض العلماء لا يهولنك هذا الأمر، أنه دائما بيحاول يتكثر بأسماء الكتب ومن يذكر، سواء كانوا من أهل السنة أو كانوا من الأشاعرة وغيرهم أو كانوا من أهل البدع. طيب، قلنا في هذه الشبهة أن الراجح والصحيح وهو قول أكثر الناس من العلماء أنه لا يجوز أو لا تجوز التميمة، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، وذلك لأمور: الأمر الأول لعموم النهي ولا مخصص له، لعموم النهي ولا مخصص له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الرقى والتمائم والتولى شرك، حديث دروا منه. ده حديث قيس من السكن الأزدي. طيب، وتاني من الأدلة إن الرقى والتمائم والتولة شرك، تاني من الأدلة من علق تميمة فقد أشرك، أخرج من الحديث. عن عقبة بن عامر. طيب، والقاعدة عند العلماء أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص، أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص، عشان ما زول يقول لك دي نصوص عامة، نصوص عامة تبقى على عمومها، لأنك أنت ما أهل لتخصص الشريعة. ثانيا، سدا للذريعة، أي حل حتى لا يعلق غير القرآن. ثالثا، تنزيها للقرآن عن امتهانه، طيب. في شبهة برضو بجيبوها، إنه يقول لك عبد الله بن عمرو كما أورد ابن كثير في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه، وجاء في رواية أحمد: وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا الأثر جاء في تفسير سورة النور، أورده ابن كثير. قال: فكان عبد الله ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها. وجاء في رواية الشيخ الألباني قال: يلقنها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه.
بقول لك ده فيه دليل انه الصحابة كان بيعلقوا القرآن. طيب هذا الحديث الرد واحد، اولا هذا الحديث حسن بدون الزيادة كما قال العلامة الألباني، يعني بغير زيادة، فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولدي أن يقولها عند نوبي، ومن كان صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقي، هذه زيادة غير ثابتة. والحديث في إسناده محمد بن إسحاق، ومعروف هو صدوق لكنه مدلس، وهنا عن ولم يصرح بالتحديث، ومعروف اشتراط العلماء أن يصرح الراوي المدلس بسماعه، يعني لازم يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو حدثني وهكذا، أما إن قال عن أو أن أو قال فهذا كله يعتبر من الانقطاع. فالحديث حسن، حسن بغير الزيادة، ده الرد الأول. ثانيا هذا الحديث أورده الإمام أبو داود في باب كيف الرقى، يعني الرقية كيف تكون الرقية، ومعلوم أن الرقية في اللغة تعني شنو؟ القراءة. الرقية تعني شنو؟ القراءة. قلنا إذا رقى من الألف تعني القراءة، وإذا كانت من الياء تعني الصعود. فكيف الرقى؟ أصلا الرقى جاء من القراءة، يعني التلاوة، وأوردها أبو داود في باب كيف الرقى، وجاب روايات غيرة، أدلة غيرة وحديث غيرة، كلها في القراءة. قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، ما تعليقا على نفس الحديث لكن على مسألة التعليق، وهو يرد على من أجاز تعليق القرآن. قال التعليق ليس له علاقة بالمرض، التعليق ليس له علاقة بالمرض، بخلاف النفث، بخلاف النفث. النفث هو هواء مع شيء من الريق، هواء مع شيء من الريق. قال بخلاف النفث على مكان الألم فإنه يتأثر به. لما نزل جبريل بالمعوذتين وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم، حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، ماذا فعل جبريل عليه السلام؟ ها؟ قرأ، ما علق. وكذلك ذهبوا إلى مكان السحر وكان عقدا في بئر، فصاروا يحلونها ويقرؤون عليه، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. طيب ثالثا إذا صحت هذه الرواية، لو افترضنا صحيحة، أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إنما كان يعلمهم لها، إنما كان بيعلمها لشنو؟ لأبنائه أو للصغار عموما. فلو الزول الدائر يجوز بهذه الرواية أن يعلق التميمة، لابد أن يأخذ بالشرط الذي جاء في الرواية، وهي أن يعلمها ويحفظها من يعقل الحفظ، اللي بيقدر شنو؟ يحفظ يلقينا له، والما بيقدر لأنه صغير ما بيقدر يحفظ، عمره 3 سنة أو 4 سنة، ها؟ ده يعلق له إلى أجل وهو أن يحفظ. طيب الزول الكبير عمره 60 سنة ده ما يعقل أن يحفظ؟
فده يوريك أخواننا أن هؤلاء إنما يتلعبون ويلعبون. خامسا نقول أن هذا من اجتهاد من أجاز تعليق غير القرآن، وإذا تعارض اجتهاد أحد من الفضلاء سواء كان من الصحابة والعلماء وغيرهم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس: أقول لكم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. طيب، واضحة مش؟ ده يمكن يكون غالب ما يروى في هذا الباب. طيب، الموضوع الثاني وهو موضوع الكرامات، وهو موضوع طويل، والليلة إن شاء الله ما حنقتصر على مسائل مهمة فيه. أولا، قبل ما نخش في الكرامة لابد أن نعرف بعض المسائل في الولاية. طيب، وقد ألف العلماء في هذا الباب، باب الولاية وشروطه، من يذكر مؤلفا؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من أعظم ما ألف، وغالبا ما تجد أن من تكلم في هذا الباب يكون يتكلم في معرض حديثي عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أو في ردي على بعض الشبهات أو ما إلى ذلك. طيب، أنا حأذكر بعض التعريفات اللغوية، ثم نذكر كلام العلماء في تعريف العالم الولي. طيب، قالوا الولي بفتح فسكون، الولي هو القرب والدنو، هو القرب والدنو. معلش بنمشي سريع، لكن إن شاء الله التعدي إن شاء الله بنمرق للناس نديها لهم، لكن الزول يحاول يكتب ما تيسر. الولي بفتح فسكون، القرب والدنو، الدنو وحصول ثان بعد أول من غير فصل، وحصول ثان بعد أول من غير فصل. يقال تباعد بعد ولي، أي بعد قرب ودنو. وجاء في الحديث: وكل مما يليك. طيب، الولاء بالفتح القرابة والنصرة، والولاء الموالاة والمتابعة. الولاء هذه هي أصل كلمة الولاية والولاية. قال: والولاية بالكسر السلطان، الولاية بالكسر السلطان، وبالفتح النصرة. هذه ما مأخوذة من مراجع اللغة العربية. طيب، قال الشيخ الفوزان في شرح الواسطية 207 في كلامي عن كرامات الأولياء، قال: سمي وليا اشتقاقا من الولاء، وهو المحبة والقرب، فولي الله شرعا
من والى الله بموافقته، من والى الله بموافقته في محبوباته، من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، والتقرب إليه بمرضاته. والإنسان يا أخواننا يركز في التعريفات لأنها ستفيدك في نقاش أهل البدع. قال: والأولياء جمع ولي، وهو المؤمن التقي كما عرفهم الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الآية 62-63 من سورة يونس. طيب، الولاية نوعان: ولاية قطعية وهي التي تثبت بالنصوص، وهي مثل ما جاءت في فضائل الصحابة، هذه ولاية قاطعة أو قطعية، أو من غير الصحابة ممن شهد له النص، زي منه ويس القرن والمهدي، أيوة المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان. وهناك ولاية ظنية وهي التي تكون بثناء الناس على شخص ما، وهي التي تكون بثناء الناس على شخص ما وشهادتهم له بالصلاح. واختلفوا في من له قدم صدق، واختلفوا في من له قدم صدق وثناء حسن عند الأمة، وثناء حسن عند الأمة كالأئمة الأربعة وغيره. هل يقطع بولايتهم أم لا؟ على قولين. يعني تلقى بعض العلماء يقول لك من استفاضت شهرته بالصلاح والتقوى كعمر بن عبد العزيز، حسن البصري، والفضيل بن عياض، وهؤلاء بعض العلماء يقول هذا يقطع له بالولاية، وبعضهم يقول لا يمكن أن نقطع له بالولاية، وهو مفهوم كلام بعض العلماء كما سيأتي. لكن في النهاية هذا مبني على ضابط، وهو أن تقطع للإنسان بحسن الخاتمة على الإيمان كما سيأتي إن شاء الله في كلام القرطبي. طيب، ما هو حق الولي؟ زول بيقى ولي حقه شنو؟ حق الولي على العباد، حق الولي على العباد أن يوالوه ولا يعادوه، أن يوالوه ولا يعادوه، وأن يحبوه ولا يبغضوه، وأن يحبوه ولا يبغضوه، وأن يحترموه، وأن يحترموه ولا يهينوه. وهذه الموالاة والمحبة والاحترام تابعة لموافقته للشريعة. ربنا قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وربنا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا. وقد جاء في الحديث: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، أخرجه أبو داود. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، أخرجه أبو داود. وإن كان في هذا الحديث مقال ف
فصح في حديث أبي هريرة الذي هو عند البخاري وغيره، وهو حديث قدسي، أن الله عز وجل يقول، ها ماذا يقول؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، وهو من أشرف الأحاديث في فضل الأولياء كما قال العلامة ابن رجب. طيب، ما هو حكم الجزم لمعين بالولاية؟ ما هو حكم الجزم لمعين بالولاية؟ نقول هذا حرام، لأنه ليس بإمكاننا أن نجزم لأحد بالجنة مع عدم ورود النص فيه. زول ما جاء فيه دليل انه من اهل الجنة، ما بنجزم له شنو؟ بالجنة. ومن هذا الكلام تعرف ضلال ما قالت التجانية، انه من اكل طعامنا يوم الاثنين او الخميس انه سوف يدخل شنو؟ الجنة. وكما قال احمد الطيب البشير، قال: ومن دفن بيني وبين الشيخ الطيار فإنه لا يعذب. عشان تعرف انه سخافة هذه العقول. طيب، انا حقرأ كلام للقرطبي، جابوا في تفسير سورة البقرة الآية 34، وكلام طويل الناس ممكن ترجع له. تفسير سورة البقرة الآية 34 ذكر منا عدة مسائل. قال: والمسألة التاسعة، كلام الإمام القرطبي صاحب التفسير، وهو من أئمة المالكية. ما هو رأي محمد المنتصر ورأي جمعية الإمام مالك الصوفية الكذابة التي ليست لها علاقة مع مذهب مالك ولا مع الإمام مالك؟ قال القرطبي: المسألة التاسعة، قال علماؤنا، الإمام القرطبي يقول قال علماؤنا رحمة الله عليهم، ومن أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة. ودائما الإمام القرطبي في التفسير يعني ينكي بالصوفية، حيث قالوا أن ذلك يدل على أنه ولي، إذ لو لم يكن وليا ما أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا، ده كلام الإمام القرطبي في الرد عليهم، قال: ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنا. هذا هو شنو؟ ضابط المزل، لغاية ما تعرف إنه شنو؟ يموت بحسن الخاتمة. قال: وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله، عشان كده قلنا لك في ولاية قطعية ولاية شنو؟ ظنية. قال: وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى، لأن الولي لله تعالى من علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا بالإيمان، يعني ما حيرد ولا يلقى الله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان. ولما اتفقنا على أننا لا يمكننا، طبعا ده كلام القرطبي، ولا يدخل في هذا الاتفاق محمد المنتصر لا من قريب ولا من بعيد، عرفتها؟ عشان ما يقول لك نحن ده عندنا كده، زي ما قال الشاعر: وقالوا هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. انت ما عندك ذاته علاقة بالعلم. طيب، قال: ولما اتفقنا على اننا لا يمكننا ان نقطع على ذلك، ذلك شنو؟ انه زول ده حيموت على الايمان، يعني ما بنقدر نقطع. قال: ان ذلك الرجل يوافي بالايمان، ولا الرجل نفسه، رحم الله الامام القرطبي، قال: ولا الرجل نفسه يقطع على انه يوافي بالايمان، رحم الله الامام القرطبي. ماذا لو قرأ في أزاهير الرياض؟ ها؟
وفي كتاب طبقات الضيف الله انه ده بخش الجنه، بل طبقات الشعراني بيقول لك انا الكنز، مفاتيح الجنه ذاتها بيدي، مفاتيح الجنه بيده. يا اخي اذا كان جبريل عليه السلام ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج ما اذن له ان يدخل الى السماء حتى استاذن، قال فاستاذن، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. كده شنو؟ يؤذن له. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل واو قد بعث اليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ده دار يمسك مفاتيح الجنه ذات. طيب قال علم ان ذلك ليس يدل على ولايته لله، عرفتها؟ فده فيه فائدتين. الفائده الاولى، اها الفائده الاولى شنو؟ انه ما بتقطع لزول ما ورد فيه دليل بانه شنو؟ ولي ولا ما ولي. وكذلك تستفيد منه ان من وقعت له خارق او خارقه للعاده لا يدل ذلك على ولايته كما سياتي ان شاء الله. ودليل هذا الكلام من الادله حديث سهل بن سعد الساعدي رواه البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لقي المشركين، قال فكان رجل من المسلمين لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا أتبعها بسيفه، فلما فاء هؤلاء وفاء هؤلاء يعني استراحوا وأوقفوا الحرب فترة، قال الصحابة والله ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال بعض الصحابة في بعض الروايات قالوا وأينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، فقال رجل أنا صاحبه، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار قال أنا صاحبه، قال فاتبعته إذا وقف وقفته وإذا مشى مشيت، قال فقاتل حتى إذا أثخنت به الجراح وضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى نحر نفسه، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر الله أكبر أشهد إنك رسول الله، قال ومما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فتبعته فأثخنته الجراح فنحر نفسه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قال وإنما الأعمال بالخواتيم. وجاء في بعض الأحاديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. طيب فده يدل على أن الصحابة ظنوا أن هذا الرجل صحابة ظنوا أن هذا الرجل على خير عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم هو من أهل النار تعجبوا من حرصه، وليس تكذيبا للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة الآية في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، تفسير القرطبي الآية من سورة النجم، نقل كلاما كثيرا ونفس الكلام نقله في آية سورة النساء ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال ابن عباس، ده كلام القرطبي، وقال ابن عباس ما من أحد من هذه الأمة أزكيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن التزكية أمرها خطير،
ولذلك العلماء قالوا من أقوى الأدلة على تزكية الصحابة قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قالوا لأن مرد التزكية إلى معرفة ما في القلب، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فعلم أن قلوب الصحابة هي أطهر القلوب، وأنها قلوب التقوى والإيمان، وأنها قلوب الأولياء، فزكاهم الله. فمن رد تزكية الله فهذا كما قال العلماء رد القرآن. ولذلك العلماء قالوا أن من فسق جمهور الصحابة أو فسقهم أو كفرهم فهو كافر، فهو كافر. شاهد من الكلام أن التزكية لا تقال هكذا كما يفعل الآن. أبونا الشيخ والكبريت الأحمر والعارف بالله، وهو من أجهل خلق الله، وهو يكون من أجهل خلق الله، زي ما ركينة ده بقول لك عارف بالله، ما عارف أي حد، زول كان فران. نحن ما بنعيب الصنعة يا أخوان، لكن أنت ما ممكن يعني خش فرن سنتين بقى ولي لله، ده شنو داس؟ فهمت؟ ما عنده أي علاقة مع العلم ولا مع الشريعة ولا مع كلام الله ولا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، جاء في تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية أيضا عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ بما نسميها؟ قال: سموها زينب، اسمها كان شنو؟ برة، من البر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعلم بأهل البر منكم. وثبت أيضا، ده كلام ابن كثير، ثبت أيضا في الحديث الذي رواه أحمد ثم ساق الإسناد إلى الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا، أي يردد ذلك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا، بشرط إن كان يعلم ذلك. والعلماء اشترطوا أن لا يكون ذلك جارا لهذا الممدوح إلى الفخر والخيلاء والضلال والاغترار بالنفس. طيب، قال العلامة ابن حجر، ده كل أخواننا في شنو؟ في مزالة هي شنو؟ الجزم والقطع لمعين بالولاية، ده بخالف هذه النقولات. قال ابن حجر حديث رقم 3858 يعني شرح البخاري 3858 38 58 قال: ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى، وهو غلط ممن يقوله، فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب، فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى، يعني اللي بيستدل بوقوع الخارق، إلى فارق، يعني يجيب له فرق. وأولى ما ذكروه يعني بينه وبين ما وقع للأولياء وما وقع لشنو؟ للسحرة والشياطين، أن يختبر حال من وقع له ذلك، فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته، ومن لا فلا. وبالله التوفيق.
يعني ابن حجر بيقول لك المرجع في الموضوع إلى اتباع الكتاب والسنة. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى، أن ليس كل من وقع على يديه خارق أنه ولي لله. من أوضح الأدلة المسيح الدجال. المسيح الدجال قال فيأتي برجل مؤمن هو من أشد الناس إيمانا في ذلك الزمن، قال فينشره باثنتين رمية الغرض، يعني يشقوا اثنين، واحدة هنا واحدة كده، مسافة بيناتهم رمية سهم، فيمشي بينهم. أرأيكم شنو؟ قال ثم يعيده يقول والله إنك الأعور الكذاب وما ازددت فيك إلا يقينا أو كما جاء في الحديث. طيب كده نحن عرفنا مسائل مهمة جدا في مسألة الأولياء، ومن أراد أن يتوسع فعليه بهذا الكتاب القيم، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طيب ندخل الآن في مسألة الكرامات. لأنه مبنى كلامه كله في هذه المواضيع. طيب في اللغة طبعا قالوا كرم الشيء بضم الراء كرما وكرامة، كرم الشيء كرما وكرامة إذا نفس وعز، إذا نفس وعز. وكرمته تكريما، وكرمته تكريما وأكرمته إكراما، وأكرمته إكراما عظمته ونزهته، عظمته ونزهته. طيب قال الشيخ الفوزان في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صفحة 216 قال فالكرامة خارق للعادة، خارق للعادة يجريه الله على يد بعض الصالحين، يجريه الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل، من أتباع الرسل إكراما من الله، إكراما من الله له ببركة اتباعه للرسل صلوات الله وسلامه عليه. هذا تعريف الشيخ الفوزان. خارق للعادة يجريه الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل إكراما من الله له ببركة اتباعه للرسل صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ رسلان حفظه الله قال هي أمر خارق للعادة، بس حضيف كلمات بسيطة للتعريف، خارق للعادة يجريه الله على يد بعض أوليائه، أو قال بعض أوليائه، قال إما تكريما، ده ذكر الشيخ الفوزان، أو تثبيتا لوين ذكر هنا إكراما، مش إكراما له، أو تثبيتا له، أو نصرة للحق. ذكر أمرا لا أذكره الآن، أمر الرابع، إما إكراما أو تثبيتا أو نصرة أو أمرا ذكره، يدور في هذه المعاني. و
العلماء هنا في التعريف قالوا خارق للعادة، ولم يقولوا خارق للشريعة. خد بالك، يعني احنا لما نجي ننكر يا اخواننا الكرامات تحت الصوفية وليست كرامات أولياء الله سبحانه وتعالى، نحن نقول هي خارق لشنو؟ للشريعة. نحن بننكرها ليه؟ لأنها خارقة للشريعة أولا، عشان كده العلماء قالوا خارق للعادة. وحتى ابن تيمية بيتكلم كثير في مسألة العادة وما هو ضابط العادة، كما إن شاء الله سيأتي معنا. كويس؟ ولذلك إذا مشى الإنسان على الماء كما حصل للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه من الصحابة، وكانوا في غزوة في سبيل الله، وكان بينهم وبين العدو نهرا، فدعا الله سبحانه وتعالى وقال اللهم إنا في سبيلك، فمشوا على الماء، فهذا خرق للعادة. عشان كده أخواننا كثير من أخواننا في الحلقات لما يجي يتكلم أنت ما تتكلم على مبدأ إنه ده ما ممكن، لما الموضوع فيه هنا، وإن كان في أمور حنجي نتكلم عنه، في أمور حنجي نتكلم عنها في مسائل الكرامات والخوارق والمسائل والشبهات اللي بيجيبوها اللي حنتكلم عنها. فأنت ما بتتكلم في إنه يعني إنه ما ممكن، عرفتها؟ أنت تتكلم عن أن هذا خارق للعادة، ودائما بحاول يلبسك أنت بتقول لا ده ما ممكن، وإن كان عندنا أمور ثابتة كونا وشرعا وقدرا هذه لا يمكن أن يتجاوزها حتى الأنبياء، كما سيأتي معنا من كلام أهل العلم. حتى الأشاعرة ذاتهم على ثلاثة أقوال، منهم من ينكر الكرامات ويتبع الجهمية والمعتزلة، ده نوع من الأشاعرة، ومنهم من يثبت منها الدعاء فقط، الدعاء يا الله انصرنا ويثبت بعض الأدلة، ومنهم من يضطرب في إثباتها على منهج أهل السنة ويعني يأخذ شيئا من كلام الأشاعرة، وهذا كله نقله العلماء كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. طيب، هذا هو تعريف الكرامة. طيب، ما هو ضابط الكرامة؟ قال النووي في بستان العارفين كما نقله ابن علان في شرح رياض الصالحين، ابن علان هذا من الذين شرحوا رياض الصالحين للنووي، فنقل كلام النووي أن ضابط الكرامة قال ألا تؤدي إلى رفع أصل من أصول الدين، ألا تؤدي إلى رفع أصل من أصول الدين. أصول الدين زي شنو؟ زي التوحيد. قال الشاطبي في الموافقات لا يصح أن تراعى، أي الكرامات، وتعتبر إلا بشرط ألا تخرق حكما شرعيا، ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية. قال لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط
ألا تخرم ألا تخرم حكما شرعيا، زي ما جاء في كتاب طبقات الضيف الله، هو يخالف كلام الشاطبي إنه ود الهميم تزوج كم 6 نسوة وجمع بين الأختين، ولما قاضي العدالة ديشين فسخ عقده في أربجي، قبضه في أربجي، قال دعا عليه ففسخ جلده. وإما تقاضي العدالة ديشين فهو على حق. قال وقال يشهد لي إدريس ود الأرباب أبو فركة ود الهميم، وذيل كلهم لا يساووا شعرة في بعض، كل من ذكر قال يشهد لي أبو فركة. قال أبو فركة قال له نعم جاني الرسول أزله في الحضرة. قال ده أخوانا كله من الانسلاخ من الدين ومن الخروج على الشرع. طيب قال بشرط ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه بل هو إما خيال أو وهم وإما من إلقاء الشيطان وهذا يحصل. خليك من الصوفية دعاة الشرك الليلة اللي بيستخدموا الجن والشياطين، من كانوا يستخدمون الرياضة الصوفية وهي الخروج إلى الخلاء والمكوث داخل الغدران والفلوات والخيران والكهوف فيما يعرف بالخلوة، يقعد 40 يوم ب40 قرضة وكده، وبيجيوا هلاويس، وهذه الهلاويس إما أن تكون خيالا، خيالات بتجي للزول، أو أوهام. أن أخوان الإنسان لما يضعف عقله يتخيل الأمور التي يحبها ويهواها، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الرؤيا قال هي 3 قسم: تحديث النفس، يعني أنت بتتكلم عن إنه مثلا دار أنجح في الامتحان، تلقى نفسك مثلا يقول لك والله امبارح كنت نايم ولقيت اسمي ده كده، يعني فيه نور ضارب في البورط بتاع الجامعة، فهمت؟ ده اسمه شنو يا اخواننا؟ تحديث النفس. او ان يكون من تخيلات الشيطان، وهناك قسم الرؤى الصالحة وهذه باب اخر وهي من المبشرات. فدال ديل بيجيهم الشيطان بيجيهم، ومش بيجيهم، هم بيمشوا للشيطان، كما حكى حامد آدم موسى كان ساحر، وكان في التجانية ما يسمى بالقط عندهم، وهو درجة السكرتير بين الله وبين خلقه، حصله قال كان في الطريقة التجانية وكان عنده 280 من الجنون كبارات، واحد اسمه ساسهوبي واحد اسمه ما أعرف مين طهطهوبي، الميمو كان عنده قريب 100 عربية، كان عنده أموال وكذا، وقاموا دخلوا الخلوة في قصة طويلة، ويعني شيخه اشترط عليه قال له اختار، عندهم 11 يوم وكم يوم 41 يوم تقريبا، فقام خش خلية قال غرية بعيدة كيلو من الغرية ساكنين فيها الناس، وأن يدخل الخلوة بعدد معين من القرض أو البلح، وأن يخرج متجردا من ثيابه، وأن تغلق هذه الخلوة عليه وأن لا يخرج بالليل أو نهار، وأن يعطى بعض الأذكار الشيطانية وأن يبدأ خلوته هذه بالكفر بالله، بأن يصلي ركعتين عريانا أحمرا كما خلقه الله،
ليس عليه شيء، ثم يأخذ بذكر الشياطين بهذه الأسماء، منها قراءة سورة الفاتحة مقلوبة، والبسملة مقلوبة ومزادا فيها أسماء، وهكذا من الكفر والشرك والبدع والضلال. فديل بنادوا الشياطين، فديل أضل من الأوائل. ولذلك هذا الكلام منهم مخالف للشرع، والدجالين والسحرة يسترقون السمع ويلقون الكلام فيزيد عليها الجن ويشيعون على أنها كرامة، فهذا لا يدل على أن صاحبها ولي لله سبحانه وتعالى وأن هذه كرامة. فكل من الولي والكرامة شرطهما أن ينظر في حال الرجل، هل هو موافق للكتاب والسنة أو لا. وديل كفون المونة مرقوا كتب، واحد يقول أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بشنو بالغيب تفصيلا وإجمالا، هذا دا موافق للشريعة؟ كلام زندقة وكفر بالله. طيب، أدلة الكرامات كثيرة، مش منها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجاء عندها تاني، أيوة قصة خبيب تاني، يا ساري الجبل الجبل، كلها شبهات. بعدين إن شاء الله حنقف معها كلها إن شاء الله بحول الله وتوفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والتصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وما تجد كتاب من كتب أهل العلم خلا من ذكر كرامات الأولياء. فأهل السنة وسط بين المعتزلة ومن شايعهم ممن ينفون الكرامات الأولياء، وبين الصوفية والرافضة الذين يغلون بأوليائهم حتى يعطونهم ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو الفرق بين الكرامة والشعبذة والشعوذة والدجل والخرافة؟ نذكر منها ما ذكره الشيخ الفوزان في كتابي الإرشاد صفحة 218. قال الإرشاد في صحيح الاعتقاد أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح، أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح وأما أعمال المشعوذين سببها الكفر والفسوق والفجور. يعني مثلا لما يستدل بأمر من الأمور في مسائل الكرامات، هذه إنما تكون بالخلوة وبعلم الباطن وهكذا، وأما كرامات الأولياء فهي تكون نتيجة شنو؟ العمل الصالح والتقوى. ثانيا، أن كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى، أو على أعمال مباح
وأعمال المشعوذين يستعان بها على أمور محرمة من الشرك والكفر وقتل النفس. يعني لما يقول لك الولي بيعلم الغيب والولي يطير في جو السماء وكذا، دارس البال شنو؟ إنك تنده الشيخ وأن تعتقد أن هذا الشيخ هو وكيل لله وهو واسطتك بينك وبين الله، أو هو الله. فمن حيث النتيجة أو النية تختلف أيضا، أن كرامات الأولياء استعانوا بها على البر والتقوى أو على أمر مباح، وأعمال المشعوذين يستعانوا بها على أمور محرمة من الشرك والكفر وقتل النفس وغير ذلك. أن كرامات الأولياء أيضا من الفروق تقوى بذكر الله وتوحيده، أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده. وأما خوارق السحرة والمشعوذين تبطل أو تضعف، عند ذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد. ولذلك كثير من أخواننا يعني في السودان هنا، أنا أعرف من كان يكتب البخرات وقال عنده إنه حجاب ما بتاكل الموس أو السكين. واحد من أخواننا قال له بس بالموس ومسك له كراعه وداه شختة، هبشة واحدة حصلت العظم، فانقلب من حينها سلفيا ما ذكرا زي ما قال، رجع عن هذا الكلام الباطل. فكرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيد. ولذلك ابن تيمية رحمه الله في مناظرته للرفاعية الصوفية ويقال لهم الأحمدية والبطائحية وغيره هذه الأسماء، لما قال له نخش النار قالوا بنلعب بالنار، ابن تيمية قال لهم نغسل بالماء الحار والخل وندخل الدين في الفانوس، فمن احترقت يده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فخافوا عند ذلك. ابن تيمية قال سأله قال له كنت بتخش معهم؟ قال كنت بخش معهم، قال لأن من وقف موقف إبراهيم عليه السلام في التوحيد سينصره الله سبحانه وتعالى كما نصر إبراهيم عليه السلام. فتقوى الكرامات بذكر الله وتوحيده بخلاف ما عند الصوفية. الآن في واحد اسمه شيخ الأجمار في الحاج يوسف، مش أنا ما أعرف أن الأمة بتستفيد شنو من جمرك ده، خطيت جمر لا 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 في طريقة خدت لي جبنة عشان أسخنها، ولا بتشد لي حلة كويس، ولا بتش لي كافر سوبا شنو، أنا كله كلام فارغ ساكت. طيب صفحة 218. طيب مسألة مهمة أيضا، الفرق بين المعجزة وغيرها، الفرق بين المعجزة وغيرها من كتاب النبوات لابن تيمية تقريبا صفحة 286 في الطبعة اللي عندي. طيب ذكر ابن تيمية كثيرا من الفروق، قريب 12 أو 13 فرق، احنا الزمن ما بيسعفنا. والذين أجل شوية نخش في بعض المسائل نذكره سريع مش؟ طيب أن ما يأتي به الكهان والسحرة لا يخرج عن كونه مقدورا للجن والإنس وهم مأمورون بطاعة الرسل، وده فيه رد على المعتزلة، أنكروا الكرامات قالوا لأنه كده حتتشابه المعجزات بالكرامات وما يفعله السحر. قال إنما يأتي به الكهان والسحرة لا يخرج عن كونه مقدورا للجن والإنس في عمومه،
وهم مأمورون بطاعة الرسل، وآيات الرسل لا يقدر عليها جن ولا إنس، بل هي خارق لعادة كل من أرسل النبي إليه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقول السحرة لما هددهم فرعون، فرعون ما هدد السحرة، مش السحرة بقى يرجعوا ليه؟ لأنه عرفوا أنه ده ما سحر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قبلها بآيات كان بيقولوا شنو؟ ها شيخ نبيل كان بيقولوا شنو؟ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران. طيب ما الحبال كانت بتمشي وكده، عصا موسى جات بلعتهم كلهم، هل بيمنع انه ده يكون سحر شنو؟ ها؟ عشان كده ربنا قال: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. الزول اللي بيجي من بعيد يشوف دي حبال، واللي بيجي قريب يشوفها شنو؟ شوفها حيات تسعى. فجاء موسى عليه السلام بخارق للعاده لا يستطيع ان يكابره القريب ولا البعيد. وكذلك قال من الفروق ان هذه يمكن ان تعارض بمثلها، اللي هو كرامات الاولياء او خوارق المشعبذين. وايات الانبياء لا يمكن لاحد ان يعارضها بمثلها كالقران. عشان كده ربنا قال: وان كنتم في ريب، فان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره، ها، وكانشقاق القمر وغيرها من الايات. الثالث أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق، لا الملائكة ولا غيرهم، كإنزال القرآن وتكليم موسى، وتلك تقدر عليها الجن والشياطين. طيب، أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة فإن الملائكة لا تكذب على الله ولا تقول لبشر إن الله أرسلك ولم يرسله، وإنما يفعل ذلك الشياطين. طيب زول يقول لك: طيب الكرامات. قال: والكرامات معتادة في الصالحين منا ومن قبلنا، ليست خارقة لعادة الصالحين. ابن تيمية داري يقول لك انه معجزات الانبياء خارقة، وكرامات الاولياء خارقة، وشعبذات المشعبذين خارقة، لكن تتميز معجزات الانبياء، ركزوا في الكلام ده كويس، انه هذه خارقة لغير الانبياء، لكن إذا وقعت لصالح، في صالحين غيره ولا ما في ولا ما في؟ الجن بيقدروا يعملوا ولا ما بيقدروا؟ بيقدروا. شعبذت الشياطين يستطيع أن يفعلها التجاني والسماني والختمي، كلهم بيقدروا شنو؟ هذه الشعبذات يمكن أن يفعلوها، لكن بقيت نقطة، إن المعجزات ما معتادة لغير الأنبياء. طيب كيف بتنزل هذه الخوارق المعجزة؟ قال: وآيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين، وهذه تنال بالصلاح بدعائهم وعبادتهم. شوف الفرق، الفرق إنه دي تنال بسبب، سواء كان الكرامات أو شنو، أو خوارق المشعبذين. المشعبذ ممكن زي ود المرين يرمي الناس مثلا بشنو؟ الشياطين، بالاستعانة بالجن، أو إنه يطير في الهواء، الجن شنو؟ يرفعه، إذا قريت غرام بيجي واقع. الصالح زول صالح زيه يعمل بالإيمان والتقوى شرطي الولاية، فتقع له شنو؟ كرامة من الكرامات. أما معجزات الأنبياء لا تنال بذلك، ما بالكسب، ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها. أن معجزات الأنبياء لا تنال بشنو؟ بالكسب. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، مع قول الله سبحانه وتعالى:
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا مش أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا من الله، إنه يا فلان وفلان آمنوا كتابا نقرأه. شوف نهاية الآية قال شنو؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا شنو؟ بشرا رسولا. نقف لهذا الحد و